السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. موضوع حلقتنا النهاردة عن توقعات السوق. السوق رايح فين في ظل غلاء الأعلاف؟ إيه اللي حصل في السوق وإيه المتوقع إنه يحصل في السوق وإيه اللي غلى وإيه اللي رخص؟ وهل الحاجة اللي رخصت هتفضل رخيصة على طول؟ ولا هي مؤقتة؟ كل ده ان شاء الله هنتكلم معاكم في الفيديو ده ان شاء الله النهاردة. كل ده هنذكره ان شاء الله في فيديو النهاردة. اول حاجة السوق، ايه اللي حصل في السوق بعد غلاء الاعلاف؟ بعد غلاء الاعلاف اللحوم اسعارها ولعت نار، اللحوم اسعارها في زيادة بجميع انواعها، لحوم ابقار، لحوم اغنام، كلها ولعت. طيب في حاجة رخصت؟ في حاجة رخصت بالفعل، وهي الخروف الأنية اللي هي المفاطيم اللي هو داخل تسمين. رخص ليه؟ رخص بمعدل تقريبا، أول حاجة رخص بمعدل حوالي 200 إلى 300 جنيه الرأس. يعني الخروف اللي كنت تجيبه ب 2400 النهاردة تجيبه ب 2100 2150، في الحدود دي كده 2200. ده رقم واحد. طب اللي رخص ليه؟ وايه المتوقع؟ المتوقع ده انا هذكره لك على حسب تحليل الشخصي من خلال زياراتي يعني للاسواق، اللي بروح الاسواق على طول. ده التحليل اللي هناك، المتوقع ده من عندي انا، لكن انا بذكره لك ده اللي حاصل. ده سعر السوق. الغنى اللحم مولع نار بعد غلاء الاعلاف، اما الانيه سعرها ريح شويه. ريح ليه؟ بسبب غلاء الاعلاف الناس مش قادره تشتري علف وتاكل، فبالتالي حصل وقف شويه في السحب. مفيش سحب في الغنم الانيه، المفاطيم اللي هي الغنم اللي تدخل تسمين، مفيش سحب، فبالتالي حصل انخفاض في الاسعار. هل الانخفاض ده دايم ولا مؤقت؟ دي توقعاتي يعني. توقعاتي ان الانخفاض ده مؤقت مش دايم. ليه؟ لان اللحم سعره ارتفع ومازال بيرتفع، ومش متوقع ان اللحم ينخفض في ظل الغلاء على مستوى العالم اللي احنا عايشينه الايام دي. اللحوم غير متوقع انها سعرها ينخفض. طيب هل زي ما قلت لك سعر الانيه ده هيفضل منخفض باستمرار ولا مؤقت؟ ده اللي انا اتوقعه، ان هو مؤقت لحد ما الناس تستوعب اسعار العلف. طبعا اللحوم غاليه والانيه بدات ترخص، الناس هتروح توجه على انها تشتري لحم، عاوز يشتري لحم، اللحم غالي خالص. الناس هتبدا تستوعب ان لازم تدخل على الاسعار دي، هيبدأ يحصل سحب من جديد. يبدأ سعر الانية يبدأ يرتفع تاني من جديد. ده اللي انا متوقع. اما السحب في العيد هيكون نظامه ايه؟ السحب على غنم اللحم في المواسم، في رمضان وفي العيد. طبعا نتيجة الاسعار الغالية جدا دي، في فئة كبيرة مش هتقدر تضحي السنة دي بسبب غلو الأسعار. فبالتالي السوق لو بيكفي كل سنة مثلا 1000 راس، ممكن السنة دي يعني آخرك اللي هيتسحب من السوق ممكن يطلع 500 راس 600 راس، ده على سبيل المثال يعني. يعني حوالي 40% من احتياجات السوق، من المتطلبات في السوق، مش هيتم سحبها. ليه؟ بسبب غلو الاسعار. فنصيحة للي حابب يسمن، ما تدخلش بتقلك قوي، لان متوقع يحصل ركود بسبب الغلاء. السنة دي الاسعار غالية جدا 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 عن كل سنة. الخروف زاد في حدود 700، من الخروف اللحم زاد ما لا يقل عن 700 او 800 جنيه، وممكن يوصل ل1000 جنيه فرق عن السنة اللي فاتت. فبالتالي الأسعار غالية نار. فدي تعتبر أهم التوقعات في السوق السنة دي بسبب غلاء الأعلاف. لحم غالي ومش هيرخص، الأنية رخصت اليومين دول، وأنا توقعاتي زي ما قلت لك إنها مش هتفضل رخيصة باستمرار، فترة مؤقتة وهتبدأ ترتفع تاني. أما في النسبة للغنم العشار والغنم الوالد،
سعرها الغنم العشور سعرها ماسك جدا رافع جدا جدا جدا. حتى النعجة العشر النهاردة في حدود 3000 جنيه، ولو النعجة طيبة كويسة، نعجة حاجة كويسة يعني، كلمة طيبة دي في لغة العرب يعني حاجة نظيفة، حاجة كويسة، مش طيبة يعني مش شريرة. المهم لو حاجة كويسة بتفوت 3000 جنيه العشر. اما الوالد سعره ريح شويه، هو كمان الغنم الوالده سعرها ريح شويه. دي اهم تقرير واهم توقعات السوق ان شاء الله اللي هيحصل فيها، ودينا مع بعض ان شاء الله لو حصل اي حاجه ان شاء الله مع بعض على القناه. في النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.